ان مشاهدي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من منطقه سباته. نقربكم من الاجواء ساعه قبل الفطور. بابا بابا بابا، حادثه تسير على المباشر للاسف، حتى واحد محترم قانون السير في هاد الجوج. إذن تسرع، الناس باغين يوصلوا في واحد الوقت قريب للمنزل ديالهم. إذا حتى واحد فيهم محترم قانون السير، كاين حاجة اللي غادي نناقشوا الآن بخصوص منطقة ديال سباتة. هو أنا خويا أنت غدوز مني ولا غدوز مننا؟ هو غادي أنسير دي واحد، المهم حسبو هما جوج. عاد غادي نتكلموا على الباتيسريات اللي عامرين مزاحمي بواحد الشكل كبير، الناس ملقاوش الخبز. كنتكلموا على الطاكسيات، اصحاب الطاكسيات للان كيفضلوا انهم ما ينقلوش عباد الله يعني من محطه لمحطه فين باغيين يمشيو هما، يعني كيحاولوا انهم يقسموا التراجي والناس غادي يبقاو ضايعين. ربما الناس اللي كيتواجدوا في مركز المدينه غادي يعرفوني علاش كنتكلم، الناس اللي في شارع محمد السادس غادي يعرفوا علاش كنتكلم. كاين الطاكسيات كيرفضوا انهم يديوك من المحطة النهائية فين كيمشي، يعني كيقسم داك التراجي ديالو على جوج. المهم هذا هو شارع الجر بخصوص الناس اللي ما عمرهم ما شافوا شارع الجر، وهذا ما بقى فيه لا الجر لا والو، لأن هاد الشارع غادي يمر منه الترام. المهم كونوا موجودين، لان يعني في اي لحظه التليفون غادي يمشي لي من ايدي، وهذا الشيء عادي. في رمضان كتكثر السرقه للاسف. هذا هو الشارع اللي كيهبط السينما المدنيه. لكن شي وحدين كيقلبوا على الموت، كيقلبوا باش يجرحوا والديهم، يعني غادي فلان تهدي عادي جدا عندهم. الا بقيت معنا غادي نمشيو للمنطقة ديال مولاي رشيد، ندير واحد الجولة تما نشوفو ساعة قبل الفطور اشنو واقع فيها.
لان مشاهدي قناه شفت ايفنت، منه ان اول يوم من شهر رمضان الكريم يكون مر عليكم بخير ولا خير بدون مشاكل. غادي ننتقلوا لمنطقه مولاي رشيد لان قريبه للمنطقه ديال سباته، فقط شارع واحد. اذا دابا حنا تقريبا قربنا القطاع ديال منطقة مولاي رشيد. كاينه بوحدك اخويا سير. الان غادي تشوفوا عالم اخر غير العالم اللي كتعيشوا فيه ولا اللي كيعيشوا فيه بعض الناس، عالم الفوضى.
إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كيف كتابعوا الاكتظار اللي كاين من ساعة قبل الإفطار. شوف دابا البعض مازال كندهو شوف كيفاش كيدير. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي فكاين مشاكل اللي كيتكلموا عليها الباعة المتجولين في هذه المنطقة. هنا انت في الخطر عادي. يعني في هذا الوقت هذا صعيب انك تقدر تفاهم مع شي واحد ولا تشرح ليه. الا قال لك هذه كحله قول لي اه كحله، ما يمكنش تقول لي لا هذه راه ماشي كحله ولا تصحح لي، لان كل شيء في هاد الدقائق اللي باقا كل شيء معصب. كلي كتلقاه على سبه هو اصلا باغي المشاكل وباغي الصداعات، فالواحد يحاول يصبر في حقه ويدوز، لان العديد من الجرائم كيوقعوا في هذا الوقت بالضبط. اللي احنا دابا الان في قلب منطقة مولاي رشيد، فقط نقربكم من الصورة، ولكن كاين خطر، لكن الناس ما كيتقبلوش. هاد المنطقة الاسم ديالها حي مولاي رشيد، بالضبط منطقة ديال المسيرة واحد، مجموعة ثلاثة، مسيرة ثلاثة ربما. هنا عالم آخر يناديكم، هنا ما كاينش شي حاجة سميتها ممنوع، ما كاينش شي حاجة سميتها حقي، كلشي انتردي، كلشي ممنوع ومحطوط. حشاكم الحمير، البغال، بقى غير الجمل اللي بقى ما كاينش في هذه المنطقة. احتلال ملك العموم بواحد الشكل كبير، بناء العشوائي بشكل كبير، الأسبال بشكل كبير، الكلاب الضالة بشكل كبير، كل شيء في هذا المكان. شوفوا الفوضى اللي أمامكم باش تعرفوا على ايش كنتكلم. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، الله الله الله، باش تعرفوا السوغان ديال الشباب هنايا كيف داير. غادي نوصلوا للاسد المباشر قبل ما غتولي شي كارثه، لان الامور هنا خطيره وخطيره جدا. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك، الله يتقبل صيامكم.